السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم جلاديتر رايدر، واليوم رايد ليلي. والله ما شي طالع اليوم ويكند، ناخذ جولة ليلية على دبي وضواحيها. ركبت السيكرات على الدراجة، طلبت من علي اكسبرس وركبتنا على الدراجة. براويكم لحظة شو الحين، شوفوا الاستيكر قطعتين فوق وتحت، وطلبت موت تانكي بعد. هذه براويكم بعد، هذه موت تانكي، احس شي شكل احلى استوى ولا قبل سلك يا لا استيكر ولا شي على الدراجة. فركبت استيكرات والامور هذه على الدراجة. في وايدين يسألوني على الخاصة، كم متركبة القطعة، كم متركبة القطعة. انا شخص موتور فلوجر، اعطيك معلومات على الدراجات، اعطيك امور تخص الدراجات. اذا جراج اختار اي جراج انت وشوف، في وايد جراجات في دبي وبرا دبي، وايد جراجات صراحة. شوف الجراج يناسبك وشوف عنده الاستيكرات. في واحد من الجراجات تتصل له، او مو بجراجات، واحد من المحلات اللي يبيعون بضاعة الدراجات، يبيعون استيكرات، يبيعون سوزوات، كل شيء. يعني لو اتصلت اي جراج وتقول له كم شيء، كم هالقطعة، كم هالقزوز، بيقول لك. الا هالمحل ما يقول لك، يقول لا تعال محل وشوف هني بنعطيك الاسعار. ليش نزين؟ انا استغرب يعني اصحاب الجراجات ليه ما يحطون اسعار في الانستغرام؟ ليش يخلوني انا ادور واتصل واسال القطعة هاي بكم والقطعة هاي بكم؟ يمكن انا بس بعرف، يمكن حق ربيعي. يفضل ان كل جراج عنده قطع غيار مثل استيكرات كسوز وهالامور هذه، يحطون انستغرام صورة القطعة وسعرها كم مع التركيب بدون تركيب، حط لي هالمعلومات. ليش تخليني ارفع السماعة والو كم هالقطعة، كم مع التركيب، كم ما ادري شو؟ ما ابغى اصب يعني، بس يعني انا عن نفسي بالعكس ببند الكومنت وبحط الاسعار كبوست هاي القطعة هاي سعرها، وبند الكومنت عشان ما حد يقول غالي ورخيص. بند الكومنت وحط سعرك، غيرت الاسعار امسح البوست، حط سعر جديد، سويت اوفر خل البوست حط سعر بالاوفر. مو بلازم انا اتصل جراج جراج هاي القطعة كم تركبونا، هاي القطعة كم تركبونا، ويجيك هذا بعد اللي ما يحط الاسعار ولا يعطيك الاسعار في التليفون. لازم تي استوت، الله يستويك. نقول وصلني عقب البيت، وخلصنا من رايدنا اليوم، تعشينا ومرينا كم من مكان. شو الزحمة هاي؟ أول يوتير. أوكي أول يوتير نقول. أوف المايك طاح، استوى وايد قريب علي، أقرب من شي أظني ما شي. فكنت أقول عن موضوع المحلات والكراجات هاي الأمور هاي بشكل عام، يعني انه يحطون الاسعار وما تكون الاسعار بالاتصال او تعال القرار او تعال المحل، او الاغلبيه يعطونك السعر بالتليفون الا محل واحد يقولك لا. ما ادري اذا المحل الثاني كيف نظامه، صحيح كم من محل شيكت انا ذاك اليوم ادور قطع وشي، اغلبيتهم يعطوني السعر الا واحد قال لا لازم تي المحل، وهاي سياسه المحل، نحن ما نعطي اسعار في التليفون. شركات تامين بعد شي، شركات تامين كلهم يعطون السعر يوم بتأمن سيارة ولا دراجة، إلا شركة واحدة تقولك لا ما نعطيك السعر بالتليفون، تعالنا الفرع. إذا أنا بجيك الفرع يمكن ما أبغى أضرب خطوة يجي لعندك آخر شيء وعقب ما يعيبني السعر، يمكن عشان منافسة السعر، يعني ثبت ما حد ينافسه في السعر. يعني هالتأمين اللي أنا أتكلم عنه سعره أرخص من السوق، عشان شيء ما يبي حد يكون أرخص عنه يعطيك السعر يوم توصل تكسي بجدنا. ما شاء الله اليوم طلعنا سنة لاستيك زيت، سنة الجراج بدينا لاستيك زيت، أول بينا جميرة نتعشى، والحين من جميرة ما في. ما صورت الاستيكرات، يقولوا لي ليش ما صورت الاستيكرات أنت تركبهن وشي؟ والله ما يعبالي، يعني الموضوع ما يرزع، هو عادي ترى قايز صوبين وشوف الصور ركب نفس الصور، بس عاد قياسات لازم تحاسب على القياسات، يطلع لك هذا فوق هذا تحت، تكون دقيق شوي. تبطل المايك وطاح ووهقني الحين ما اعرف كيف الصوت.
خلنا زين دام الإشارة بندت بنعدله. عدلناه. صراحة الرايد في دبي ولا أروع. أنا في الفجر أي بس ساعات. استصعب الموضوع عشبت مو بكل زحمة ترم الطوف بين المواتر. تتوهق تضطر توقف ورا المواتر. يعني نفس زحمة مناسبات رأس السنة اليوم الوطني إلى في مسيرة طبعا. وين هذا؟ أوكي موجود. مساير هو وين اختفى؟ الدراجة يوم ربيعك يختفي تستحاتي نكوش استوابة ما في شيء بس ليش تخاف وين سار هذا ويختفى خان وراي ذاك اليوم خلاص طلعنا رايد وخلصنا ومروحين أنا وهو أنا وراي هيبوته مروحين خلاص خلصنا من رايدنا جميرة القرية لاسكزوت خلاص قاضين خط شارع حمد زايد نحن مروحين رباعا خلاص اساسا صبيتهم وصلهم وانا بكمل سيدهم لفينا من شارع حمد زايد طلعنا المخرج شوي شوي بتصب لي تعال ابوي التاير بنشر فرجعت باليوتيرن اللي عقب ورديت ما ادري شو ضربت تاير جديد مركب ما ادري شو ضربت يلا تعال عاد الحين الساعه 12 في الليل ندور ونش عند ربيعه قالوا صح ربيعه الثاني هذاك مو موجود في البيت بعيد هو وما في حد في البيت كيف ناخذ القروص عنه مني وناك حصلنا ونش من هاي الشركات اللي 24 ساعة شغالين اتصلنا ويا راعي الونش عاد وشالينا الدراجة من يومها قلنا بفصل قروصة أنا بفصل قروصة هذا الوحدة ها هذا ونشا على طاري إن شاء الله بحط لكم إذا أوكي القروصة وتفصيل فنان بحط لكم ويا السعر وبحط لكم المكان والرابط كل شيء حتى قياس الحديد بحط لكم بس اذا صرت فصل قاروصه ولا شيء اساله ما تسيبك فصل قاروصه حق دراجة سبورت ولا حق يقول كم قياس الحديد كم ملي كم قياس الشبك اللي بتسوي كم ملي الليبات اللي بتحطها والحديد اللي بتحطها غير الستيل ولا تنسوا تسووا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد وحياكم الله.